بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان رؤية منام وعنوان صاحبي السجن. مخطوطة مجلة قاق عدد رمضان 1443. مواضيع العدد: من هم البشر والإنس؟ الأطباق الطائرة. حضارة القرن الخامس عشر. Power of Now. Never. كما قال المدرس في مخطوطة مجلة قاق: أيها الدارسون البشر والإنس، كما جاء في الكتاب القديم وفي اللوح ذا الثمانية خانات أو بيكسل، زيرو 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 أربعة أصفار، كلاهما أي البشر والإنس من العالمين، وكل منهما أربعة: الله هو الواحد، من هم البشر والإنس؟ كما قال المدرس في كل واحد منهم هو خمسة، عبارة عن مجموع واحد زائد أربعة. من هم البشر والإنس؟ كما قال المدرس في مخطوطة مجلة قاق: أيها الدارسون من اللوح الأول 8 بيكسل 4 أصفار، هناك طلب في هذا اللوح، هناك طلب من الواحد هو الله، وهذا الطلب جاء بصيغة الجمع: اهدنا، يعني دلنا، وهذا الطلب صادر من عدد أربعة، أما الإنس في اللوح ذا الثمانية بكسل والرقم 114 ثلاثة، الطلب كان بصيغة الفرد له رقم أربعة. من هم البشر والإنس؟ كما قال المدرس مخطوطة مجلة قاق: أيها الدارسون هنا، بعدما تم بيان في بي سي زيرو بوين زيرو،
0.0 إلى بي سي 0.5 وهذه 5 صفحات من ظهر الغلاف باك كفر. أسألكم كيف يكون البشر والإنس، كيف يكون البشر والإنس بمعنى آخر، من أقوى ولماذا، من هو الأقل ألما على نفسه، من منهما الرحمة لكل الناس، من منهم يعلمون ومن لا يعلمون.